حتى ما تسمعش ليك بالصح. حاولوا انكم تديروا شنو القهوه تاع الوسائل ما تديروش كثير. لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا دائما بصحه جيده ان شاء الله. وصفه اليوم وصفه اللي هي زوينه بزاف ومنافع ديالها رائعه على البشره، كتغدي لكم بالمنافع، واحد المكون اللي هو رائع على الصحه ديالنا وحتى على البشره. قليل في كنستعملوه كماسك على البشره، ولكن المنافع ديالو رائعه، كيجدد لكم الخلايا الميته في البشره ديالكم. البنات غني بالكولاجين، الكولاجين كتعرفوا انه كيصلح للتجاعيد، كيجدد لكم البشره ديالكم. مهم تبعوا الفيديو حتى الاخر البنات، ونتمنى انه ينال الرضا ديالكم ويعجبكم. ويلا نبداو على بركه الله. البنات دابا اول حاجه غادي ندير القماش هو الاول في وجهي. القماش درته بالسكر وعملت معاه شويه تاع زيت ارغان وقطرات من الحامض. السكر حبيبات، قليل من زيت ارغان وقليل من الحامض. غادي ندير القماش باش كنحيد داك الاوساخ كامله، ومن بعد غادي ندير الماسك اللي غادي ندير هاد الكماره ولا هاد الوجه هذا. يلا على بركة الله. غنخليه 5 دقائق او تقريبا واحد 10 دقائق وانا معاكم. المهم البنات انا غسلت وجهي حتى تقشر. البنات راه خصكم ديروه مره في الاسبوع، قراتي كيحيد لكم هذيك الخلايا الميته وكيرجع لكم الوجه ديالكم رطب. والله البنات معناتها كنحس دابا كنحس بالبشره ديالتي رطبه، والوجه كيتنقى، الوجه حتى هو كيتنقى، ما كيبقاش يبان لكم مسخ. هانتوما هذا غير التقشير، وشوف كيرجعات لك كيرجعات البشره. عساك ملي كديري شي ماسك، يعني كديري الماسك اللي درتي على البشره ديالك كديريه، كيكون المسام كلها محلوله ونقيه، ما كاين لا اوسخ لا حتى شي حاجه. دائما ديروا التقشير البنات مره كل اسبوع قبل ما ديروا شي ماسك على البشره ديالكم. والله واعره واعره كاينه، وشوف البريق كتحسي بالبشره ديالتك. يا دابا ندوزو الماسك اللي غادي نديرو من مورا هاد التقشير. البنات الوصفه اللي غادي نديرو غادي ندير فيها هنا ملعقه صغيره تاع النشا او مايزينا، غادي ندير فيها البنات تمر. التمر هو سر في هذه الوصفه هذه. التمر البنات عنده منافع صحيه كما تذكر في القران، ويعني كيحميكم من السحر وكيحميكم من العين وكيحميكم من الامراض. وكذلك البنات عنده منافع على البشره ديالنا، انكم تعملوه كماسك قليل على ما اظن. انا ما كنشوفش ان ماسكات تاع التمر، بالرغم ان التمر عنده منافع رائعه على البشره ديالنا. والمناش البنات القدر تاع الفيتامينات اللي كتمصها لكم البشره. استعملوا هذا الماسك ديال التمر وراه ما غاديش تندموا، ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، لانه زوين بزاف بزاف.
وعندي هنا فيتامين اي. المهم فيتامين او البنات متوفر دابا في الصيدليات، متوفر في اي مكان. الا ما كانش عندكم ممكن انكم ديروا زيت اللوز، زيت نواة كوكو، زيت جوجوبا حتى هو زوين البنات البشره. كاينين زيوت بزاف البنات اللي خاصه بالبشره، ولكن فيتامين او غزال بزاف البشره. والا ما كانش متوفر عندكم حتى فيتامين سي، حتى هو انا من محبين فيتامين سي، ولكن للاسف ما عنديش غير متوفر. وكان عندي فيتامين سي كون عملته. دابا هذه هي المكونات، ونبداو على بركه الله بالطريقه. ناخذ هاد التمرات وغادي المهم اهم حاجه انه يكون التمر البنات يكون شويه رطب، ما يكونش قاصح باش ما يعذبكمش، او ممكن انكم تفوروه غير واحد شويه، يعني ما تخليوش كل المنافع ديالو تمشي. انا غنطبق ليا الجرح. المهم نتوما تحلو البنات مزيان، انا ديك الوقت دابا غنكمل المكونات اللي عندي. مش ملوى ما ورد ضروري في هاد الوصفه هادي. عندي هنا غادي ناخذ النشا كما قلت لكم ملعقه هي صغيره هذا القدر، هذا القدر ملعقه. غادي نضيف ملعقه ليا صغيره ديال فيتامين سي. وغادي نخلط بماء الورد تقريبا، غندير واحد ملعقه ليا صغيره ونشوف. ندخل المكونات مع بعضياتهم. احسن حاجه هي ديروا ايديكم، خدموا ايديكم احسن. نجيكم شويه قانون ثقيل زيدوا لنا الوط. انا بالنسبه لي مزيان هذا القانون، هذا ممكن ديروا غير تمره واحده. المهم دابا على بركه الله نطبقوه على البشره، وهذا هو القوام اللي انا خليته عليه. المهم دابا نبداو على بركه الله نطبقوه. واخا ديروا البنات في نواحي العينين ديالكم ماشي مشكله، لان التمر ما عنده حتى اضرار نهائيا على منطقه حول العينين. الا جاكم القوام شويه ثقيل ممكن انكم تزيدوا في الماء الورد. المهم طبقوا على الوجه ديالكم بالكامل، وفي الاخر غنخليه تقريبا غنخليه واحد 20 دقيقة، ومن بعد غنشطف الوجه ديالي ونرجع لكم، لأن التمر شوية كيتلصق. حاولوا أنكم ديروه شوية القوام تاعو سائل، ما ديروش تقيل باش ما يعذبكمش. المهم قلت لكم البنات نخليه تقريبا واحد 20 دقيقة وأنا معكم إن شاء الله. المهم البنات هذه البشره، دابا غادي ندير كريم واقي الشمس. الشمس الشمس ديما عندي كناكلها كنسرطها، الشمس كنقول الشمس وهي الشمس ديما كتمشي ليا الصاني كي. المهم انا غادي ندير الكريم ضروري، واخا تكون الضف واخا تكون البنات في الدار، انا واخا كنكون في داري كنديرو. هذا النوع تاع غارنيه البنات حتى هو غنجربو نقول لكم الراي تاعي فيه، عمرني ما خديته في الحقيقه، ولكن كيشكروه.
جربوا البنات الوصفه لانه فعلا كتعطينا ضرر زوينه بزاف 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 بزاف. نموت عليكم الغزاله ديالي ونطلقوا ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله.